يعني الآن المشروع المترو الفرنسي من عطلة؟ إيحاء إقليمي. إيران والله لا يرغبون. شوف التوازنات الإقليمية لا أستثني منهم أحد، لا أستثني منهم أحد، يتقاسمون الأدوار. والتلاعب في صناعة أزمة في العراق مفصلة على مقاسات دول الجوار، يعني المحيط الإقليمي، ما من جهة إلا وعبثت بدمائنا وبمقدراتنا المالية وعبثت بكرامتنا الفرنسي وقيام الازدحامات في بغداد. هسه إيران إلى مصلحة حتى نبقى فناء خلفيا مكب نفايات لدول الجوار. حتى تبقى السايبة تجينا مثلا في إحياء مشروعها العثمانية الجديدة. أي مو هي المشكلة؟ المشكلة أنت تلاحظ أكو نموذج سياسي منبوذ جماهيريا. نطرح فرضية، هذا النموذج السياسي المعزول جماهيريا والمنبوذ اجتماعيا، من الذي يعيد إنتاجه ويفرض كواقع حال فرض على العراقيين بسبب التوازنات الصراعات الإقليمية والدولية؟ ولاحظنا في الانتخابات الأخيرة كيف كانت إرادة وتفاعل الشعب العراقي مع مجريات الانتخابات. شكلوا حكومة بحسب التوافق الإقليمي الدولي وفرضوها على العراقيين وفصلوها على مقاساتهم بصرف النظر عن معاناة العراقيين، عن هدر كرامتهم، أموالهم، حلمهم في دولة كريمة. هل يعقل شعب مثل العراق يعيش في بلد ثري حلمه أنه يطلع من بيته يوصل إلى مكان عمله بساعة، إذا مو ثلاث ساعات أربعة بالاختراقات المرورية، ويجيبون فقيه الأمن اللي هو خريج ثالث متوسط نطارة بيت لواء، قعدوه بصانع قرار سياسي وسووا سيطرات وأقطعوا طرق، وكأنه يستمتع يتلذذ في الحاق الأذى ببيئته بمجتمعه بمن هو يفترض تحت القسم لرعاية مصالحه.